إجراءات جديدة إضافية اتخذتها السلطات لمكافحة حوادث المرور التي استفحلت في الآونة الأخيرة، خاصة حوادث حافلات نقل المسافات الطويلة التي أرجع المسافرون أسبابها إلى تصرفات السائقين. احنا رانا نشوفوا كمسافرين باللي سائقي الحافلات في بعض الأحيان كان بعض الحافلات يحترموا قوانين المرور يعني ما شاء الله، وكان في بعض الحالات واحد آخرين لا احترام، لا ما يحترموش قوانين المرور وكذلك ما يحترموش حتى المسافرين. دونك ممكن تهضر معاه ديفوا تقولوا نقص السرعه وما الى ذلك، يعني يولي يرجع لك بطريقه عدوانيه كما نقولوا احنا. السبب الاول تاعها بكل صراحه اللي الشيء اللي رانا نشوفوا فيه وما يتخباش، شوافره يجيب لك شوافره لي جان مانيش عارف كيفاش جايب البيرمي تاعو، ضارب كيتمان. ان شاء الله الى طبقت الدوله الجزائريه هذا القانون طبيعه الحال راح ينقص بزاف. الكيران يمشوا بزاف، يمشي ل 160 170 يمشي لين ما عادش يحكموا. انا نطلب منهم في اقرب وقت، هذوما قانون به كل يوم لاكسيدونات. بالمحطه البريه لخروبا يؤكد المسؤولون حرصهم على العمل بالاجراءات كمراقبه الحافلات ومدى تطبيقها للقوانين قبل انطلاق الرحلات، اما بعدها فهي مسؤوليه السائق والشركه. دور مؤسسة سقرا يقتصر على مراقبة تقنية للحافلات قبل مغادرة المحطات البرية والتأكد من وجود ناقلين في كل حافلة التي تتعدى فيها المسافات أكثر من 600 كيلومتر، إضافة إلى السهر على أدوات السلامة وتوفر أدوات السلامة داخل المحطات البرية. يبقى الحرص والمتابعة لسلطات أخرى داخل المحطات البرية. نتمنى من الناقلين أنهم يعني على الأقل كما يلتزموا داخل المحطات البرية يلتزمون خارجها. من جانبهم سائقو الحافلات أشاروا إلى أن العنصر البشري ليس المتسبب الوحيد في الحوادث المميتة ولهم رأي آخر. في رأيي أنا الطريق ما عندناش، ونهضر لك على الشوافرة أنا نبداها من الأول، لو كان أنا يعدو بلا من كلمة أنا باش نمد البرمج نشوف الفيغور يستلط راس برانكوم ولا لا، من هبة ودبة وروح سوق الكار ياك واحد يلعب لي في الفيسبوك. درك هنا عندهم قانون فوق 600 كيلو لازم زوج شوافرة، المعالم ماهمش يديروا في زوج شوافرة أخويا، هذه واحدة تقول طريق ما هي طريق، وزيد السيميات الا ما جيناكش في تروازيام بوزيسيون تلقى رافد الحجر. كل يوم نشريو في لي باربريز. ها الحافلات ما راهم حافلات، راهم يجيبوا من لاسي اللي يقرادو لي نورمال انترناسيونال ما فيهمش السائقين ولا لي روسيفر ما كاينش التكوين، المعاليم مخصوصين ثاني طرق حدث ولا حرج. ويبقى الضرب بيد من حديد والحرص على تطبيق القوانين والإجراءات مع الحملات التحسيسية والتوعوية وسط السائقين ومستخدمي الطريق كفيلة للحد من إرهاب الطرقات.